القانون تعرض إلى عملية تضليل وعملية تدليس لا نظير لها. وآخر آخر ما سمعته تغريدة السفيرة الأمريكية كانت يعني على مستوى من الانحطاط لا نظير له. لا نظير له سفيرة الأمريكية. المشكلة أنا اسمح لي فين الانحطاط التغريدة؟ هسه راح أجاوبك. أنا راح أجاوبك. أنا من الناس اللي يقرون واللي يتابعون واللي يحققون، يعني مو أسمع هي سوالف وتعبر علي. في الولايات المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ولاية تجيز الزواج من سن 12 إلى 14. في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحترض علينا. واضحة الفكرة عندك لو لا؟ في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ولاية قوانينها تجيز الزواج من سن 12 إلى 14. الزواج أما الإباحية والجنسية واضحة، ما غير شيء. أما في أوروبا، أما في أوروبا فكل أوروبا الغربية تقريبا كل أوروبا الغربية تجيز العلاقات الجنسية وتعتبرها مشروعة من سن الـ11 إلى سن الـ16. والسفيرة الأمريكية معترضة؟ واضحة. كل أوروبا الغربية، وأعني ما أقوله، خلي لي حاجزني، خلي حاجزني. تمام. في فرنسا النص القانوني يجيز من 13، لكنه القضاء إذا رأى أنه كانت بتوافق الطرفين، بتوافق الطرفين، القضاء الفرنسي اللي نعتبر فرنسا أم الليبرالية وأم المدنية وأم الحريات والحقوق، إذا كان ممارسة الجنس بين طرفين بأعمار 11 و12 سنة وما بي خديش يعني ما يظهر انه على اغتصاب، انه ما برضى، ما عندهم مشكله بقانونين.